السلام عليكم. اليوم مع وصفة والدكم بوصفة الكعك تاع الناس الغربي، نحييهم نهار اليوم. اليوم واش نقول لكم؟ سخن داري، واحد الريحة، واحد الطاقة إيجابية تحفة مع الشتاء والبرد. واش نحكي لكم؟ تحفة تحفة تحفة. يلا نحبكم كامل اليوم تجهزوه، وساهل طريقة التحضير يعني بسيطة. جبت لكم واحد الطريقة باش تشكلي الكعك بكل سهولة. يلا تبعي معايا للآخر باش تكتشفي الطريقة كيفاش حضرت هاد الكعك تاع نهار اليوم. اول حاجه نبدا بها، عندي هنايا مغرفه كبيره نتاع زريه البسباس مع مغرفه كبيره نتاع حبه حلاوه. تقدروا تزيدوا مغرفه كبيره تاع الشنان، يعني الشنان هو اللي يطبع لنا بزاف الكعك. انا لكن في المنطقه تاعي ما لقيتوش، اذا كاين عندكم ديروه. واش راح ندير؟ نحكم هذيك المغرفه كبيره نتاع زريه البسباس وحبه حلاوه، ثم نزيدوا مغرفه كبيره تاع الشنان، وندير عليه نص كاس نتاع الماء سخون يغلي، لازم يكون يغلي هكذا، ونخليه يطلق، منديروش يغلي، نغطي عليه ونخليه حتى يطلق مليح مليح هكذاك واحد 10 حتى 15 دقيقة. بعد ما جاز الوقت، ها هو الخليط اللي درناه أو طلق لي البنة نتاعو. بعد هنا واش ندير؟ رايحة نصفيه هكذا، نطلق لنا كامل البنة نتاعو. إذا نصفيه مليح مليح، نزيد عليهم كاس تاع الحليب اللي يكون دافي، نص كاس نتاع الزيت مع مغرفة كبيرة نتاع خميرة الخبز. اذا نديرو مغرفة كبيرة معمرة، نزيد شوية لانه راه البرد. نديرو مغرفة صغيرة نتاع لافاني، تقدري تزيدي مبشور الليمون. ندير لهم بيضة كاملة بلا ما ننساو شويه نتاع الملح هكذا باش ما يجيناش صامط الكعك تاعنا. نخلط هاد المقادير مع بعض، ونزيد لهم كاس الا ربع نتاع السكر الرطب. بالسكر الرطب يجي شباب، حبيتي ديري السكر عادي ديري السكر عادي كيف كيف. هيدا نخلطهم مليح مليح. بعد هنا واش نزيد عليهم؟ نزيد عليهم كميه نتاع حبه الحلاوه، ندير غير شويه حبه الحلاوه، يعني مش راح نكثر، عندها حفنه برك باش يطلق لنا البنه تاعو. حبه الحلاوه انا ما نحبش ندير زريعه البسباس لانه نحسها خشينه. ونبقى نزيد في الفرينه حتى نتحصل على العجينه اللي نقدر نتحكم فيها وندلكها ونشكلها. ايضا نبدا نخلط ونلم في الخليط نتاعنا بالفرينه. بعد ما لميت العجينه تاعنا نحكمها، نديرها هكذا في بلون دو طرافاي تاعنا، ندير شويه تاع فرينه هكذا في البلون باش ما تلصقليش، وندلكها شويه حتى نتحصل على العجينه اللي تكون يعني طريه وخفيفه، وما ننسمش نشفوها بزاف. نحي كامل هاد العجين اللي في يدي، اذا نديرها في الغيسيبيون، نغطيها ونخليها ترتاح على الاقل على الاقل ساعه، نخليها ساعه كامله يخمر مليح مليح باش نعاود نرجع ليه. بعد ما خمرت العجينه خليتها ساعه مع الحراره شويه بارد، نديرها في مكان اللي يكون دافي. اذا نحيها من الغيسيبيون تاعنا، ها هي معنا، ونبدا نشكلوه. اول حاجه نبدا بها راح نقطع العجين تاعنا. دوك انا كيفاش راني حبه الحبات، ما حبيتش نكبرو بزاف، اذا نقطع بسم الله. بعد كل كره نحكمها ونديرهم هكذا كور،
هذه ماشي تبان مليح. يلا اذا نحكم، الا حسيتي عذباتك ديري لها شويه نتاع الزيت. اذا نخدموا بشويه نتاع الزيت راح تجينا الخدمه سهله. وهكذا اذا نلويهم كاملين، نحكم كاع الكبار هذوك ونلويهم. من بعد ما كورتهم دوك نبدا نشكل في الكعك تاعنا. اليوم راح نعطيكم طريقه اللي تكون سهله باش تشكليه. نحكم هذيك الكره اللي شكلتها، ندير غير شويه الزيت في يدي، ندير لها هكذا الزيت يعني راهم مرتاحوا هكذا، وندير لها ثقب في الوسط. يعني هذه اسهل طريقه، نكبرها هكذا. شفتوا الطريقه كيفاش؟ يعني خمن ديري سيرسو من بعد تسوديه لهنا، بعد نحكم الموس عفوا مقطع من الاطراف هكذا. اذا نقطع لها كامل الاطراف نتاعها بعد نرفدها بهذه الطريقه، نديرها عند رجعها في السنيوه على هذا اللي خليت البلاصه بيناتهم. هذه هي، لاحظوا معنا. نزيد لكم حبيبه، اذا نحكم الكره ندير شويه زيت كما سبق وذكرت بالمقص تاني. تجيكم طريقه سهله، يعني كي تفتحيها وديريها في السنيوه مقصيها، يعني جاب لي ربي هذه اسهل. ديري لها هكذا هكذا. يلا واش رايكم في الفكره؟ ها هو معنا. نزيد نفتحو شويه هكذا بيدي ونخليه يخمر. اذا هما معنا. انا درت 10 تاع الحبات بلا ما ننساو، كي تكمليهم كامل تسوي لهم الوجه نتاعهم هكذا، يعني نفتحوهم شويه باش كي يتنفخ ويخمر يجينا هذاك هو. اذا دوك هنا واش ندير؟ خلاص راني كملت الكعك تاعنا، نغطيه ونخليه يرتاح يخمر، يعاود يدوب لي الفوليوم تاعو، نعاود نرجع له. بعد ما خليته شويه راه عاود خمر لي. دوك هنا عندي بيضه كامله، درت بيضه كامله، ما حبيتش ندير الصفار وحده هكذا باش يكفيني. وندهن الكعك تاعنا هكذا الوجه نتاعو، ندهنهم كاملين. الفون تاعي راني شعلته على 190 حتى 200 درجه، 195 حتى 200 درجه باش يسخن مليح. دوك هنا الا عندك فرن مروحه شعلي من التحت، شعلي مروحه. عندك فرن عادي شعلي غير من التحت، كي طيبو لك من تحت طيبيهم من الفوق. اذا ندهنهم كاملين بالبيض، وندردر عليهم شويه نتاع حبه حلاوه هكذا على الوجه، يمدوا واحد الريحه في الدار. يا سلام مع هذا البرد، هذا واش يليق. اذا دوك نخلي حتى الفرن تاعي يسخن مليح باش ندخل نطيبو، ونزيد ندهن السنيوه الثانيه ونطيبها، ونعاود نرجع لكم. الكعك هذا من خرجتو من الفوق، شوف واش طاب محمر وتنفخ، الله الله عليه. شوف كيفاش طاب لنا، هايل هايل هايل. نخليه نطيب سنيوه ثانيه يبرد شويه ونقدمه. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده، الكعك بعد ما طاب وتحمر الله الله عليه، شوف والريحه في الدار تعبق تعبق تعبق، تحفه. انا شحال نحب هذا النوع تاع العجائن، الكعك البريوش خبز الدار الكسره، يعني هادو كامل يعطونا واحد الطاقه تحفه في الدار. يعني حتى ديري هكذاك الجو العائلي، تخلقيه انت بيدك، تخلقي انت السعاده. يلا شوفوا كيفاش جاني، جاتني 10 حبات، وحبات يعني كبار ما شاء الله، الكعك يعني يجي كبير. راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا عن قرب كيفاش جانا هذا الكعك. اذا بسم الله راح نقسم لكم هذه الحبه، شوفوا كيفاش طاب، طاب تحفه بسم الله، رائع رائع. هو يعني ما يجيش خفيف كيما البريوش، لكن هذا تاع نهار اليوم جا هايل. يلا ما عليكم غير تجربوه، لازم تجربوه، خاصه حبه الحلاوه تمد واحد البنه واحد الريحه هايله. جربوه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده.
وإلى اللقاء.